اخوان حاليا من امام المطعم التركي، هاي الحاله تكررت اكثر من 4 مرات او 5. شبابنا يصورون يبثون مباشر بباب المطعم التركي وياخذونهم ويعتقلونهم وياخذون موبايلاتهم ويكسرون موبايلاتهم. هاي الحاله تكررت 4 مرات او 5 مرات، وهسه الولد يردون يحطون حل. زين جاي تصير السالفه هاي قدام عيوننا من المطعم التركي، كل ما نقول نريد نلم الشمل وترجع مره ثانيه ويصير اشكالات. يعني انا اليوم اريد اصور من رمز من رموز الثوره اللي هو المطعم التركي او هو النصب الساحه، يعني يجي واحد يعترضني. هاي هسه تشوفون التوقيت هاي، وهاي الشباب من جمع مساحه التحرير ويردون يحطون حل لهاي الحاله. روح رساله من قبل معتصمين ساحه الشهداء في الديوانيه تستنكر ساحه الشهداء العمل الجبال الذي قام به جهاز مديرية الأمن الوطني بالقيام بإلقاء القبض واعتقال مرتضى نعيم وكرار محمد الهاي وصاحب المطعم. القوات الأمنية داخل المحافظة نبهلكم ساعة واحدة، فقط ساعة واحدة تحسبون من انتشار البيان إعلاميا، ساعة واحدة أي تصرف ورا هاي الساحة من قبل المعتصمين داخل المحافظة ما مسؤولين فيه وانتم تتحملون المسؤولية. لبيك يا محافظة المحافظة، هاي رسالة خدوها مبدا المحافظ راح يكون مبدا المحافظ راح يكون من حصة ثوار الديوانية. خلال هاي الساعة أنا ما صار حد مبدا المحافظ راح يصير حصة الديوانية. طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. معروف أعزائي المشاهدين بأنه الموضوع الفساد بالعراق ما يخفى على أحد، وأن العراق من يعني يحتل من بلدان الصدارة حول العالم بموضوع الفساد، والفساد بدأ من العام 2003 ولغاية الآن، وما جت أي حكومة من الحكومات المتعاقبة بل هي مشتركة بهذه بالفساد، ما لقت أي حل أو لم تستطيع حتى أن تحارب جزء وإن كان يسير من هذه الظاهرة الخطيرة التي يعني هددت وتهدد كل كافة جوانب الحياة، إن كانت صحية أو تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية في العراق. اليوم هناك تقرير لصحيفة العربي الجليد تحدث عن الفساد في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وكيف أن هناك ضباط حالتهم المادية جدا اعتيادية في يوم وليلة، وخاصة طبعا ضباط التحقيق، وإحنا راح نجي على التقرير بالتفصيل. هؤلاء ضباط التحقيق يعني أصبحوا في يوم وليلة من الأثرياء وثراء فاحش جدا. التقرير يتحدث بأنه يعني على الرغم من إقرار المسؤولين في العراق طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية من آفة الفساد المالي المتفشي في مفاصلها، وطبعا كان من الأسباب الرئيسية لسقوط مدينة الموصل بيد داعش عام 2014، إلا أن مسؤولين تحدث التقرير وأعضاء في البرلمان كشفوا تجاهل حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي لتقارير رفعت له في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وذلك عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية وثورة تشرين في البلاد. التقارير اللي رفعت إلى بحسب تقرير الصحيفة هي تشخص كما أشرنا حالة تضخم ثروات المحققين في وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، يعني كما يقول التقرير بشكل غير منطقي، وترصد امتلاك ضباط الشرطة واستخبارات الجيش المسؤولين عن عمليات التحقيق بالتحديد مع المتهمين بقضايا الإرهاب وقضايا المخدرات والأنشطة المصنفة ضمن الجريمة المنظمة على منازل فخمة جدا وإدارة أعمال تجارية واسعة. طبعا يحصل ذلك مع تصاعد الجدل في العراق بعد قرار لهيئة
التحكيم اللبنانية بفرض غرامات على وزارة الدفاع في العراق بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار لصالح شركة لبنانية في قضية مخالفة عقد بين الجانبين. الوزارة أو أكدت وزارة الدفاع في وثيقة نشرتها في وسائل الإعلام المحلية إحالة القضية إلى هيئة النزاهة مع عدد الضباط المتورطين بالقضية، أحدهم تبين بأنه متعاون مع الشركة الخصم إحالته على التقاعد. طبعا مسؤول في بغداد كشف للصحيفة بأنه يعني رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال قبل استقالته بنحو شهرين كما أشرنا تلقى تقارير عدة أحدها من نواب تحدث عن خطورة التحقيق في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تحديدا الاستخبارات، حيث تم رصد حالات ثراء كبيرة لعدد غير قليل من الضباط المحققين لا تتناسب مع رواتبهم ولا وضعهم الاجتماعي الذي سبق تسلمهم للمناصب، وهو شبيه بما يحدث مع ضباط المنافذ الحدودية ومفتشي هذه المنافذ بين المحافظات أو المنافذ البرية مع دول الجوار. أكد بأن الخشية الكبرى كما قال هذا البرلماني بأن يؤثر الفساد على الجانب الأمني من خلال إطلاق سراح مجرمين أو إرهابيين مقابل مبالغ مالية. طبعا احنا اذا تذكرنا قبل كم شهر انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كيف انه هناك متهمين بتجارة المخدرات شلون انهزموا من السجن، تتذكرون هذه اللقطة وشلون طلعوا من السجن والكاميرات الداخلية في مركز الشرطة في بغداد شلون صورتهم وشلون طلعوا، وعلى اساس الضباط راح يركضون وراهم وعلى اساس وراها لزموا كم واحد واخرين انهزموا خارج البلاد. هذا التقرير كذلك يتحدث عن هذه الحاله، هو بتواطؤ مع ضباط استلموا مبالغ كبيره من هؤلاء التجار تجار المخدرات وطلعوهم. طبعا في العراق نسمع والحاله هذا الحاله حاله الفساد في وزاره الداخليه او الدفاع ليست بجديده خاصة مع ضباط التحقيق. يعني هناك استلام الرشاوى من هؤلاء الضباط من قبل أهاليتهم، وإحنا نسمع من خلال برنامج صوتكم كثير من الاتصالات تجينا بأنه والله ضابط فلان يراد مني 4 شدات و5 شدات و7 شدات حتى يحل قضية ابني. فالأمر معروف، ولكن يعني ظهر للساحة مرة أخرى من خلال نواب في البرلمان ومن خلال تقارير صحفية، راح نجي ونقرأ التقرير كذلك بالتفصيل. معنا اتصال أم أحمد من بغداد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك دكتور أمار وحيي قناة الراديو الوطنية الشريفة الأصيلة. يا أهلا بيك دكتور. هو موضوع اليوم يعني مثل ما سد أبدي من ما نهاية كلامك إنه موضوع مو جديد. نعم. هذا الجانب مثل كل الجوانب بالعراق الجديد من 2003. نعم. وإحنا ما نستغرب هذا الجانب يوصل فساد، وخاصة بيزيد الفساد لأنه مرتبط ويا الناس ويا صحتهم ويا سلامتهم ويا أمانهم، وهذا الشيء مفقود عندنا بالعراق. فطبعا يعني شلون توازن طلب يعني بالضبط شلون عرض وطلب نفس النسبة، الناس تبحث عن الأمان هم يسوون مشاكل الأمان ما متوفر، فطبعا اللي مظلوم يريد يفدي نفسه واللي مجرم فعلا خلني يدفع حتى يطلع على حساب آخرين. فهذا الفساد موجود مثل ما موجود بكل مفاصل الدولة. نعم. يعني مو جديد على العراق. من يتحدث نعم. التقرير على لسان هذا النائب ويقول طبعا ما كشف عن اسمه، يقول عبد المهدي لم يتخذ أي إجراء لمعالجة هذه القضية. يعني معروف بأنه من العام 2003 ولغاية الآن الفساد في كل مؤسسات البلد. برأيك يعني شنو اللي يمنع رئيس الحكومة أعلى سلطة تنفيذية في البلد من أن يتخذ إجراء تجاه ضابط متلبس برشوة ماخذها إن كان
من إرهابي أو تاجر مخدرات أو من قبل يعني جماعة مسلحة أو منظمة. هي العملية متسلسلة مترابطة دكتور. نعم. أولا من البداية من 2003 للآن ما حد حاسب. ثانيا عادل عبد المهدي ما يفرق عن اللي جوي سبقه. ثالثا هذا النائب اللي دا يتكلم ما هو ياخذ اجراء من موقعه، ليش انتخبوه وصار نائب؟ كل نلاحظ احنا كل النواب من يصير اكو انتخابات جديده او هزه هيك ينهزون شلون ما صار هزتهم. نعم. من يصير اكو تغيير يبدون يحجون ويقولون اي هسه قول لي اي لجنه نيابيه بالبرلمان بالحقوق الانسان بالصحه بالتربيه بالنزاهه اكو احد من تحاججوه وتلتقون به؟ بس نبهنا ونوهنا وقدمنا وحذرنا، مو هذا اسلوبهم؟ ما انت هذا واجبك، المجلس ما يستمع لك، الدوله ما تستمع لك، اروح للمنظمات العالميه اقدم، هي سلسله بينهم مترابطه متوافقه، وهو هذا امور متراكمه عندنا من الحكومات السابقه. يرجع على عادل عبد المهدي. احد التقارير تذكر سيرة عبد المهدي، يقول عبد المهدي عمل سنة ما قدمته الأحزاب قبل 16 سنة. نعم. دمر العراق، الميليشيات انتشرت وسيطرت بوقت اقتصاد العراق، أمن العراق، صحة، تربية، كل شيء عندنا تدمر. لأن هو يعني الظاهر كأنه كان يعرف أنه بس سنة واحدة وراح يصير هكذا. لكن احنا امنا بالله سبحانه وتعالى وبثوره الثوار، ثوره تشرين. ان شاء الله ما تنطفي ولا تبرد وترجع بعد اقوى. والبارحه كنت اريد احصلكم على موضوع جنوب الانبار. نعم. اللي بيصير. انا من اجى اخر مره ترى مو على مود الحكومه، هي اي حكومه تجي تخدمهم حسين. نعم. حاصل. ترى اجى على مود هذه الامور. بيرتب امورهم. هسه شوفوا شلون طلع بوقتها بوصلت بصفقة أسلحة الحزب الله، هسه راح يسوون لهم قوات أخرى هنا بجنوب الأنبار راح يتوزعون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يصح إلا الصحيح. ما يبقون إن شاء الله. القوة هاي ثورة تشرين والحق ينتصر. إن شاء الله. والله ينصر العراق والعراقيين إن شاء الله، ومع السلامة. إن شاء الله، شكرا أم أحمد المعداد كانت معنا. يعني مثل ما جاء في التقرير بأن عبد المهدي لم يتخذ أي إجراء لمعالجة القضية، أضاف النائب بأن هناك تغاضيا واضحا عن أنشطة شبكات الجريمة وتهريب المخدرات وتجارة الممنوعات كالمشروبات الكحولية في مدن جنوب العراق وسطه وغربه، يعتقد بأنها ناجمة كما يقول عن فساد مالي أو وجود ضباط غير أكفاء وصلوا لمراكزهم بفعل الواسطة. طبعا معروف انه هذه الامور كثير من الامور وكشفها الكثير من النواب منهم النائب فاق الشيخ علي عندما قال بان الاحزاب السياسيه تسيطر على موضوع البارات في بغداد والمحافظات الاخرى. طبعا رئيس التقرير يضيف بانه رئيس لجنه الامن والدفاع النيابيه السابق حاكم الزاملي اقر بان هناك ضباط وقادة بالأجهزة الأمنية الرسمية باتوا من أثرياء العراق بسبب انغماسهم في ملفات فساد، منها ما يرتبط بتهريب المخدرات والتكفل بالحصول على درجات وظيفية لعراقيين من خلال رشاوى بالملايين، فضلا عن إطلاق سراح إرهابيين مقابل أموال. أضاف بأن تنقية الأجهزة الأمنية كما قال في العراق تنعكس على عمل بقية الوزارات ومفاصل الحياة الاجتماعية والتصدي للفاسدين في السلك الأمني والعسكري، يحتاج إلى شجاعة كما وصفها وقرار، لا سيما بأن الكثير من الضباط الفاسدين مرتبطون بالأحزاب والكيانات السياسية النافذة في البلاد. طبعا احنا بننقل يعني تصريح لنائب أو مسؤول ما يبري، ومتهمين من ضمنهم حاكم الزاملي، هؤلاء كلهم متهمون بأنهم عليهم ملفات فساد كبيرة. الظاهرة اللي موجودة في العراق فقط نحصل تصريحات، إذا لاحظ احنا يطلع أو تطلع كتلة أو يطلع شخص يقول لك العراق
بفساد، العراق يعني متأذي من هذه الظاهرة، هناك يعني الرشاوة منتشرة بكل دوائر الحكومة، وتلقاه هو من كبار رؤوس الفساد. فهذه ظاهرة، ظاهرة التصريحات، احنا فقط كوسيلة إعلامية ننقل ما موجود على الأرض، أرض الواقع. اليوم حتى إذا احنا نلاحظ أعزائي المشاهدين في دوائر الدولة بشكل عام، في دوائر الدولة بشكل عام، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، يعني إذا تروح تطلع جنسية أو جواز سفر أو أي معاملة تروجها لازم تدفع رشوة، وأصبحت مع الأسف أصبح الموضوع متأصل لدى الموظف أو الضابط ومتعارف عليه، إلا ما شاء الله، نقول نستثني الخيرين، أصبح الأمر يعني شون أمر طبيعي، كأنه دي يستلم راتبه، كأنه يعني دي يأخذ استحقاقه، أصبحت الرشوة والعياذ بالله، وهذه أحد أسباب يعني أثرت بشكل كبير على المجتمع في العراق، إنه موضوع الرشوة أصبح يعني موضوع علني ما بي مستحى. وين ما تروح لأي دائرة، أغلب الدوائر، ما نقول كل الموظفين ولا نقول كل الضباط، لكن الأغلبية بحسب التقارير الحكومية مع الأسف أصبحت هذه الظاهرة واقعية. يعني هذا بالنسبة للمراجع والمواطن البسيط، فكيف إذا كانت ملفات كبيرة، ومثل ما أشار هذا التقرير بأن هناك ضباط في الداخلية وفي الدفاع أصبحوا أثرياء جدا، وفتحوا شركات ليس على مستوى داخل العراق فقط، لا، شركات ومصانع على مستوى أنه يفتح خارج العراق ويجيب شركاء وكذا، يعني الأمر أصبح بزنس كبير جدا. أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر ملينا من الحكي، ملينا من تحكي ويا من، يعني تحكي ويا بشر لو تحكي ويا دول الناس، يعني مو بشر ناس فاكين حلوكم بس على المال وعلى القتل وعلى السليب، يعني ايش تحكي ويا من تحكي؟ غير تحكي ويا بشر يستهمك اذا يقتل اخوه على مود الماده، يقتل ابوه على مود الماده، زين هذا ايش تحكي ويا؟ ماكو، بس رب العالمين ان شاء الله يسحقهم ويمحيهم، لان دول مو بشر، يعني مو بشر. نعم. اذا سني كاتلينه، اذا شيعي كاتلينه، اذا كردي كاتلينه، دولة من يامل له ما نعرف من يامل له. نعم. دولة من تأسست هي تأسست على باطل، كل ما منع على باطل فهو باطل، إن بلت على باطل، يعني أكو محتل يسوي دولة البلد بيها خير، أكو محتل يسوي يجيب ناس ينصبهم عليك يسوي له خير، ماكو. ألا ثورة عراقية من الشمال للجنوب تسحق رؤوسهم سحق وتقدموا للمحاكم، نعم، ويطلعوا للأكو والماكو. زين أبو محمد، شكوا شركة تخذوها. نعم. عين. يعني معروف أنه الجماعة ما شاء الله ما مقصرين على النفط، على المنافذ الحدودية، كل حزب وكل سياسي إلى حصتة. شي يمنع الحكومة من أنه تحاسب ضابط دا يستلم هذه الأموال الكبيرة ويطلع ناس مجرمين، ناس دي يأذون المجتمع، دي يقتلون بالمجتمع؟ يعني شنو التفسير إلا أنه كل الأمر مرتبط في حلقة واحدة، وكل واحد دي يضم على الثاني؟ لو برأيك أمر ثاني. والله يا سيد عمر، هي كلها حرامية. نعم. يعني هي من أول ما جت الدولة هاي من 2003 لحد الآن، هي مو دولة، هي من شيعة العصابات، من جو جابوهم دولة أولاد الهنود الحمر الأمريكان، من جابوهم هم دولة عصابات وميليشيات، ماكو دولة، حتى انتخابات ماكو. يعني احنا الانتخابات غير انت تشوف بشر يمشي بالشارع حتى نقول اكو شعب راح انتخب، ماكو بالانتخابات، ماكو بشر، حتى الطير ماكو. زين من انتخبكم؟ الرئيس هماني. من انتخبكم؟ الهواء، العصفور، من انتخبكم؟ بسهم بشر، ماكو بشر. زين من انتخبكم؟ كله تزوير، ماكو انتخابات ولا اكو دولة بالعراق من 2003 ولا حد لا. نعم. بس
كتل ونهب وبوق وسرقات وفساد، وهي هاي ماكو غيرها بعد. اقول الدوله تسوي لك شارع، تسوي لك مستشفى، تسوي لك شيء خير للمواطن، ماكو. بس شكو شيء يؤذي الشعب العراقي خلوه جابوه كومو علينا. نعم. شكو شيء اذيه على الشعب العراقي جابوه كومو علينا. شكو شيء بيه صحيح ما جابوه. واشكرك. نعم، اني اشكرك ابو محمد من بغداد. رساله على الواتساب يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذ عمر احييك واحيي قناه الرافدين. يقول: انا من الانبار وابويا ذهب الى محافظه بابل واعتقلوه، هو محامي وعذبوه وخلوه يعترف، بس هو لحد الان ما صعدت ولا دعوه، وهاي صار له سنه ونطالب بالعفو العام. معنا اتصال ابو علي من واسط، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للعراق والعراقيين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة. أهلا وسهلا. العراقيين صراحة الفساد يعني ترى يعني الآن لو شفنا عبر يعني وسائل التواصل والأخبار. نعم. رجالات المخدرات والعصابات في المكسيك وفي البرازيل وفي إيطاليا قاموا يتبرعون للعوائل المتعففة في تلك الدول. نعم. لكن احنا المفسدين بالعراق اليوم لحد الان لا زالوا يمارسون الفساد حتى في هذه الأرض. واكثر فساد موجود انه بعض الاحزاب الموجوده بالسلطه الان تحكم. شنو الاختلاف؟ يعني لهنا انت الاختلاف، اكو ناس عندها ضمير وناس ما عندها ضمير. هو فاسد شيء من الضمير يعني. بالضبط. هو يعني انه هذا يعني اثنينهم فاسدين. يمكن هذاك اللي يهدم مخدرات وعصابات وسرقات وغيرها عنده ضمير، يعني ضميره يصحى. نعم. لكن اليوم احنا فاسدين العراق الموجودين حتى ضميرهم بالازمات ما صح. يعني ما ادري. نعم. يعني هو استاذ عمر اذا مات الضمير انتهى الانسان. يمكن هذا فاسد، يمكن هو اهل ربه على الفساد. لكن نعم. انه ما عندك ضمير بازمه الان يردون وزاره الصحه. نعم. يردون وزارة الصحة، ونحن نعرف من هو ماسك وزارة الصحة بالعراق، يردونهم يأجرون فنادق حتى يأخذون. نعم. فلوس من الدولة. نعم. يعني هذه كلها موجودة لهم أساسا يدورون، يعني هيك هم يردون من مصلحة المواطن هذه الفنادق حتى يصير حجر صحي أساس عود. هم نفس دول العالم المتحضر يأجرون فنادق للمحجورين. هو أنتم بالمستشفيات مش منطينهم؟ شنو الهدف؟ نعم. من هذا الأمر زي انتم الى وين تدون؟ يعني بهذه الازمه حاليا الفساد اليوم يعني فساد وزاره التربيه طلع اليوم بالازمات الموجوده حاليا، فساد وزاره الصحه، هذه يعني هذه ازمه الكورونا اليوم يعني اظهرت الفساد الطفح على السطح. اليوم كلمني احد المحاسبين باحدى الجامعات العراقيه يقولون حكينا ويا وزاره الماليه قالت ما عندنا فلوس، ومرات الموظفين المفروض بالجامعات العراقية توزع يوم 16. نعم. تقول حررنا الصك وكملنا نريد نوزع، قابلنا وزارة المالية قالوا ما عندنا فلوس لحديث. يعني شنو ما عندنا فلوس؟ يعني دولة ما عندها احتياط عام؟ دولة ما عندها سيولة نقدية بالبلد؟ يعني إذا أعرف وين نوصل حنا اليوم؟ يعني رواتب موظفين، يعني هذا الفساد اللي وصل، فساد وزارة النفط اليوم رواتب ما نوزع للموظفين، فساد وزارة الصحة عراقيون يعني يموتون اليوم وما قدروا ينطون العدد الحقيقي. ترى هذا المعلن انا اقول هذا 10% من العدد. نعم. الحقيقي الموجود. زين ابو علي، البارحه بالبصره احد الضباط انقتل على يد عصابه مخدرات وانجرحوا اخرين، كانوا طالعين بمهمه لاعتقال هذه العصابه وتفاجئوا بان هذه العصابه مسلحه وقامت بقتل هذا الضابط وانصاب كم واحد من افراد قوات الامن. زين اليوم أنا من ينقتل عندي ضابط وأمسك هذا تاجر المخدرات مثلا أو الإرهابي وبعدين يدفع لي مبلغ خيالي بحسب التقرير ويطلع، شلون يعني؟ يعني فساد. ومو بس هذا، أساسا عندهم تجار المخدرات مرتبطين مع أحزاب. يعني ربما هذا ضابط التحقيق صديقه اللي انقتل، اللي قدم دمه من أجل أنه يلقي القبض على هذا المجرم. اي دم استاذ عمر، يعني نعم. مع احترامي لحضرتك انت اي دم تحكي؟ دوله انباعت الدم ما ينباع. اساسا هذا تاجر المخدرات ما يشتغل بالعراق الا هو اكو حزب حامين
سنة 2014 طلعوا عليهم الأمريكان طلعوا. تعترف مع الأمريكان طلعوا؟ نعم. الدولة العراقية اللي يردون الوطن اللي يعني مثل هذا الضابط اللي استشهد اللي يردون الوطن طلبوا من الأمريكان يساعدونهم مروحية. واحد من الأحزاب جاهم وأخذ السيارة وطلعها. سيارة موجودة ما تتفتش. أخذ هذا رجل عصابي يقول لقينا موجودة ناس وقال تو خذها فلان وطلع. يصير على واحد استشهد ومو بس واحد استشهد. شعب جاي يستشهد أستاذ عمر. نعم. ناس قاعدة تدلي الوطن مو بس وطن انباع الدم انباع. الفساد نعم. اليوم موجود بالعراق موجود يعني صدق حتى قانون الفساد اللي بالعالم بالعراق تخربط. نعم. إذا ضمائر ميتة. ضمائر للأسف ضمائر الموجودين ميتة لكن أكو ضمير موجود حي هو ضمير العراقي الحق. العراقيين موجودين والشباب اللي طلعوا وعبالهم كورونا ترجعهم ما يرجعهم شيء لكن إن شاء الله بقدرة الله سبحانه وتعالى وأمل بالله ثم أمل بالشباب الموجودين هذا كله راح يتغير لأن اليوم بعد حان التغيير تغيير للعراق وبجهودكم أنتم اللي توصلون كلمة الحق وجهود الخيلين الموجودين بالعراق راح ينتصر إن شاء الله إن شاء الله. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هاي نال ساحة التحرير الشباب دا يستغلون فترة الحظر دا يردفون ساحة التحرير ودا يصبغون تجهيز للمليونية بعد الحظر. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. طبعا التقرير كذلك يضيف بان وعلى لسان النائب عبد الامير تعبان يقول بان استمرار عدم محاسبه المفسدين في الاجهزه الامنيه والعسكريه يعني ان المواطن لن يمنح الثقه للضابط في الشارع وفي المؤسسات الرسميه ما سيؤدي الى مشاكل اجتماعيه وامنيه يكون الضابط غير قادر على حلها لأن هيبة الدولة تذهب مع ذهاب هيبة العنصر العسكري. طبعا هو خليته هيبة إن كان رؤساء حكومات ولا وزراء ولا مسؤولين. على كل حال معنا اتصال صباح من بغداد. فضل صباح أستاذ عمار. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لموضوعكم موضوع الفساد بالعراق يعني نعم. احنا نعرف احنا اللي وراء هذا الشيء هو رجل الأمن والسياسي والمعممين والقضاة. هاي الأربعة جهات هي المسؤولة عن كل ما موجود من فساد. فإذا جينا إذا هم الأربعة نفسهم هم فاسدين يعني من السياسيين الموجودين عندنا وإحنا نعرف الصراعات الموجودة على تنصيب الوزراء يعني كل قادة الكتل اللي صارت التشكيلات الحكومية في فتراتهم يصير صراع على فلان وزير وفلان وزير كلها مكاسب مادية وراها مو لخدمة الوطن. هاي بالنسبة للسياسيين والقضاء شفنا احنا الفترة اللي حكم بيها مدحت المحمود واللي هو كان متحزب الحزب الدولة واغلب قراراته واغلب الفساد اللي هو مسؤول عنه بالقضاء يعني متحزب الحزب الدعوة ويؤتمر بامر المالكي وشفنا احنا السجون اللي ملت كلها ابرياء ثلاث ارباعهم ابرياء وهاي المصاريف اللي جاي تصرف على المساجين والمعتقلين والاموال اللي جاي تهدر هيك بدون يعني سبب. البريء واللي ما عنده فلوس ما يطلع والمجرم والارهابي وتاجر المخدرات اذا عنده دفاتر يطلع
مثل ما قال ابو علي وراه ظهر، يعني هذا ما تجرأ واشتغل بهاي الصنعة المخدرات تجارتها من إيران إلى العراق ثم يوزعوها لبقية الدول، مثل ما شفنا الكويت احنا 4 شباب عراقيين من البصرة دخلوا كميات للكويت مخدرات. يعني هذول تجار المخدرات إذا مو عندهم مخولين ومسنودين من ظهر الحزب أو محشد أو مرجعيات ساندتهم أو رجال دين ما يتجرأ ويدخل هيك مادة وراها أعدام وراها يعني فناء العمرة. لكن هذا ما أخذ راحته، يعني يعرف القانون ماكو قانون، هم القانون تجار المخدرات وتجار الدم الموجودين هذول جماعة الحشد وغيرهم هم القانون بيدهم، لا أكو قانون ولا أكو رجل سياسة ولا أكو حتى رجل أمن يعني حقيقي. يعني شفنا احنا مثل ما قلت على المعتقلين 80% أبرياء هذول نايمين بالسجون و20% من هذول اللي هم ارهاب هذول يطلعون بفلوسهم، ونعرف احنا بعض ضباط التحقيق وبعض القضاة الفاسدين اللي يرتشون، واحنا اكو صارت حالات من اقارب واصدقاء شي اخذهم 4 دفاتر 3 دفاتر تم اطلاق صراحه تغيير افاده غيرها، اشكال موجود بالعراق. وهذا الفساد مستشرف كل الوزارات، يعني ماكو وزاره نظيفه نهائيا، يعني ما عندنا وزاره نظيفه وتشتغل شغل حقيقي وتخدم المواطن. اي وزاره مثل الكهرباء اللي صرفهم عليها اكثر من 60 مليار دولار يقدر يهيئون محطات رئيسيه ضخمه ومن دول يعني مصنعه لها يعني فخامتها بصناعه المحطات الكهربائيه ما تعاقدوا وياها ولا بنوا محطه واحده لا بجنوب العراق ولا بالوسط ولا بالشمال ولا باي مكان. يعني كل فساد كهرباء، وزارة الصحة هاي الفترة اللي احنا هسه مارين بيها وهي فترة وباء المفروض بيها عديلة حمود اللي يسموها بنت الحشد وطوها درع وكرموها الحشد والمرجعية كرمتها على شنو؟ لا اكو مستوصف بنتها تفتخر به هي كوزيرة ولا اكو مستشفى بنتها مستشفى يعني درجة أولى حتى درجة ثانية ثالثة راضين، ولا إلها أي إنجاز بوزارة الصحة بس تعطيل وزارة الصحة وتدميرها وكل المستشفيات اللي بناها صدام حسين. والشعب يعرف مدينة الطيب واليرموك هاي ببغداد وغيرها والكاظمية اللي تم تغيير بس أسمائهن وهن كل المنتهيات، يعني ما يقدر أن يخدم من المواطن هسه، يعني صار لهن هاي 30 سنة من بناهن ولحد الآن ما عندهم أي إنجاز. أي وزارة لا بنهم جسر لا بنا بفنادق عالمية، يعني فنادق يعني واحد مثلا على نهر الفرات بنوها في سبيل واحد يفتخر بيه هن نفس بابل والمنصور زين. بظل هذا الفساد اللي موجود على ضباط التحقيق وفي الداخلية والدفاع بحسب هذا التقرير نقلا عن مسؤولين ونواب في الحكومة، اليوم صباح لجنة الأمن والدفاع النيابية تحدثت وقالت بأن قوات الجيش غير قادرة على حماية العراق من المخاطر. يعني يبدو أنه من ضمن الأهداف أنه افتح له مجال خلي يسرق واني هم ضامن حصتي، وبنفس الوقت أنا راح أزم عليه مستمسك بحيث أخلي الميليشيات، طبعا هذا يعني برأي الميليشيات أخليها أني أقوى من الجيش ومن الشرطة، لأن أنا عندي ملفات عليه ما يقدر يحكي، يعني هاي الظاهر وسيلة أخرى. أي وسيلة هم؟ يعني احنا نعرف المنظمة وزارة الدفاع يعني حتى المنتسبين ما يقدر يحمي نفسه بالإجازة وغيره، شلون يقدر يحمي بلد هذا؟ ونعرف كل الأمراء اللي صار أمامر الفوج أمر اللواء قائد فرقة، نعرف احنا شلون يتنصب شقد يدفع وشقد يصير في سبيل هذا المكان. فذول الناس المنظومة العسكرية ما جايين يخدمون وطن، صدقني استاذ أغلبيتهم الناس البسطاء البيهم اللي ما لهم علاقة يعني بالتحزب أو ميليشيات هذا جاي على مود الراتب، لا بباله يخدم بلد ولا بباله غيره ولا بباله يضحي بدمه على هالبلد. يقول لك هذا سياسي فاسد والحشد الباب الثاني اللي حكيت به أن الحشد في سبيل يهيئون للحشد أن الدفاع يعني يسوفون موضوعها وأنها ما قادرة على حماية الشعب وحماية العراق وأنها مو قدر يعني أن تحافظ على الملف الأمني في العراق في سبيل شنو؟ يسلمون الملف الأمني للحشد ويصير الحشد شلون الحرس الثوري بإيران
نعم. هو الحشد اللي يقدر هسه القيادات الحشد اللي صاير. هذا الواقع اللي صاير قيادات الحشد نعم. ما تقدر تصرح مثل هيش تصريح مثل اللي صرحه ابو رئيس اللجنه الامنيه بالبرلمان نعم. قيادات الحشد راح يتبنون حمايه العراق وحمايه الارض وغيره في سبيل هم يصير اصحاب القرار وهم فعليا حاليا هم اصحاب القرار هذا هم يعتبر فساد قبل ما قبل ما اشكرك اخي الصباح اريد رايك زين ليش هنا لجنه الامن والدفاع النيابيه يعني تشخص بأن الجيش غير قادر على حماية العراق من المخاطر ويذكر من ضمنها أنه الهجمات على قوات التحالف وعلى السفارات ليش ما هم يذكر بأن الميليشيا الفلانية أو الميليشيات الفلانية هي اللي قصفت وضربت هذه القوات وهذه السفارات اللي صرح هذا رئيس اللجنة الأمن والدفاع بالبرلمان نعم. هذا يعني استاذ احنا نعرفه تابع الحزب لو حزب دعوة لو بدر يؤتمر بأمر حزب ورئيس كتلة ويقول له اطلع اعطي هيك قرارات وصدر هيك بيانات في سبيل الغاية السياسية كلها غاية سياسية هيمنة الحشد وفي سبيل يطون ذريعة للحكومة وللجمهور ان نعم. الجيش ما بيده شيء وان الحشد ولو صدق كان طلع بيان رسمي و نعم. وبين لنا ان منو اللي جاي يضرب السفاره الامريكيه ومنو هاي الهاونات المن اللي تنصب في حزام بغداد ويضربون بيها مقرات دوائر رسميه المفروض بيه يحددون يا فصيل من الفصائل الحشد بس نعم. دوري هم تابعين للحشد اللجنه الامن والدفاع هي تابعه يعني لضرب الجيش وبنفس الوقت يجعل طبعا الجيش يشوفون الموضوع او انه مو قادر على حمايه العراق ولا قادر على أشكرك أخي صباح من بغداد كان معنا اتصال أبو ضياء من الموصل تفضل أبو ضياء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك أنت حياك الله يا هلا بك أستاذ عمر خصوص الفساد اللي جاي يدور حاليا بالوضع الحالي نعم. والفساد الإداري والفساد المالي وهاي الأمور اللي تتعلق بقضايا الفساد كلها يعني الى متى نعم. الى متى يعني ننظر لهذا الحد احنا وهاي الفساد العالم وين وصلت بهاي الوضع كورونا شلون انتهت وصار بها المواضيع واحنا نرجع ونروح ونرجع على هاي الحكومه ونرجع ونقول لهم على الفساد ونرجع ونقول لهم عن ذا يصير بينا واللي متكاونين على الكراسي والمتكاونين عن يعني شو اقول يعني لحد الان يعني ما نعرف وين نفسي وين نصد وين نفسي نعم. يعني بزعنا ملينا إلى متى متكاونين المسؤولين وإلى متى ناس تبق من الناس لأن آخر شيء هسه وصلت بيهم على رواتب الرعاية آخر شيء وصلت بيهم هسه أنا على رواتب يعني نص الجماعة في وزارة الصحة اللي إحنا حاليا لحد الآن ما زاد حتى رواتبنا مثل البشر ما تصل جماعة الجور اليوم لحد الآن ما قاضين دينار نعم إلى متى يعني هسه الخزينة هاي اللي جات تروح لحد الآن السنة راح نطبق 2021 الميزانية كل ما نروح نقدم على رعاية والله ما خصصوا الميزانية نعم. نقدم على الأجور اليومية يقولون والله ما الموازنة بعد ما خصصوها يعني حل ويا هاي الحكومة نعم زين أبو ضياء يعني أنت من الموصل ومعروف أنه نعم. بال 2014 لما سقطت الموصل نعم. بإيد داعش وانسحب الجيش والشرطة والقوات الأمنية بساعة أكثر من 70,000 عنصر وإحنا نعم. نعرف أنه قبل داعش كيف كان يتصرفون يعني الكثير من هذه القوات وبأوامر من رئيس الحكومة كيف كان تصرفهم مع أهالي الموصل وتم يعني احتلال الموصل من قبل داعش وبعدين تم استعادة مدينة الموصل زين أنت كحكومة وكجيش وكشرطة غير أنت تتعلم من الدرس السابق انه بسبب الاخطاء وبسبب معاملتك السيئه واخذ الرشاوي والاعتقالات وابتزاز الناس زين اليوم احنا نسمع هم اكو رشاوي وهم اكو اخذ اتاوات من اهالي الموصل اخي العزيز والله لو للاسف قمنا نتمنى الايام ما قبل داعش احسن من هسه يعني اللي قبل داعش كان الظروف افضل من الان يعني على صح كان أكو رشاوي وكان أكو يعني إشكال الأمور والفساد أكثر وأكثر لكن فساد القديم صار أفضل من هسه الفساد اللي دا يصير زين على الأقل كانت رواتب متوفرة كانت نعم. يعني من واحد يجي يطلب من عندك رشوة يطلب من عندك تنطي نعم. زين كان العامل اللي ما يشتغل يوميته 25,000 دينار
نعم. اما هسه وين 10000 دينار يا كذا يا ما كذا، والفساد تروح على تروح على النفوس يطلع لك جنسيه يطلب يحاكيك بالورق، تروح على المحامي يحاكيك بالورق، تروح لك على سجين يحاكيك بالورق. يعني خاصه وضع الموصل حاليا يعني تدهور اكثر واكثر واكثر. لا وصارت الرشوه يعني ابو ضياء اذا تسمح لي، يعني صارت عيني عينك، يعني لا مستحى ولا خوف، لان مأمن هو. صارت بالشارع. نعم. صارت بالشارع، ابو الزياره يجي على السيطره كذلك، يعني وين ما صارت يعني يعني جزء قبل كانت بالبوقه يجي يقول لك كذا من جوا اللي جوا، بس اما هسه صارت ظاهريه شغله يعني مشينا بيها وكلنا تعلمتها ان شاء الله. نعم. أنا أشكرك أبو ضياء من الموصل كان معنا. خلونا قبل ما نقرأ رسائل واتساب نختم التقرير بتصريح إلى رؤية مخالفة النائب علي البديري، يقول أنه عبد المهدي كان عنده نية بفتح ملفات الفساد وكان جاد كما يقول في ذلك، بس الأحزاب ما طت الفرصة وبعد ذلك بدت التظاهرات، ويقول أنه الكاظمي أمام مهمة كبيرة. طبعا التساؤل هو زين وين قانون الكسب غير المشروع المعروف من أين لك هذا اللي مرر البرلمان، معروف بعد 3 سنوات الجماعة يعني بالقوة يلا تمرر هذا القانون من أين لك هذا، لأن هو معروف إذا تطبق وما يتطبق في ظل القضاء وفي ظل هذه السلطة وفي ظل هذه العملية السياسية 3 سنوات الجماعة 3 سنوات يلا أقره وأصبح حبر على ورق. أم محمد تفضلي من بغداد، تفضلي أم محمد. يعني ماكو حكومة ماكو، احنا نعم. على عصابات ومافيات وإيران يعني مستحلتنا. نعم. أي إيران هي الكل بالكل، هي هاي بكانة يعني مقرها، يعني الفساد من إيران، كل الحشيش المخدرات كله إيراني كله. شنو هو مو إيراني؟ يعني قال قول لهم لا تطببون شيء، لا تطببون شيء، تطببون يعني الفساد. نعم. يعني الفساد كله من إيران، دولتنا إيرانية. يعني تروح على بعمامة يعني شنو مهر السيد هذا؟ شنو هو المهر السيد هذا؟ مو فساد هذا لازم يمنعوه. شنو هو؟ نعم. مهر سيد، مهر سيد ومتعة، بالله مهر سيد على محكمة أي، بس مهر متعة شلون؟ نعد شو هذا الفساد؟ شنو الفساد؟ خلي منعوهم هذول بالكاظم بالنجف، يعني أكو فنادق ما ينحكي عليها بالنجف وكربلاء، زين هذا الفساد، وكلها تدري دولتنا إيرانية، بس إن شاء الله إحنا منتصرين. واليوم يعني شفت الحادث أكيد شفته بالتحرير، يعني جايين يصورون ال الشتمة مال جبل أحد يصوروه يقتلوهم. نعم. جماعة مقتدى ليش جاي يقتلوهم؟ ما يطلعون أني أناشد مقتدى، خلي جماعته يطلعون من التحرير، أني أناشد مقتدى خلي يطلعون، إحنا أحراء. يعني أنا اليوم وصلت للتحرير يعني شفت المنظر ما قدرت تصور، يعني ما صايرة. نعم. يعني يصور يضربوه يعتقلوه. يعتقلوه ويضربوه. نعم إحنا شفنا المقطع بداية الحلقة. نعم. أي أنا شفت هناك. نعم. زين يعني موتاهم كتن نزة وعبالك، يعني أردفتهم مقتدى ما يباوع. نعم. يعني ما كان في جرة الإذن، خلي يطلعون. احنا ناس احرار. نعم. يعني لا هو دازه ما صايره ترى، اني انازه جماعته خلي يطلعون. نعم. انا اشكرك ام محمد. ام محمد من بغداد كانت معنا. يعني بالدقائق الاخيره بس اريد انوه، اليوم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 2 راكبين دراجه ناريه شمروا رمانه على بيت، البيت كان بيه اطفال، نشوف المقطع واحنا نسولف. هذا المقطع، شوف الأطفال الظهر كانوا يلعبون بالطرمة، شوف ذب الرمانة، هذا واحد من الأطفال صوب، شوف هاي اللقطة الثانية من زاوية أخرى، هاي طبعا منطقة العبيدي في العاصمة بغداد، إلقاء قنبلة يدوية على منزل بمنطقة العبيدي في بغداد ورصدته كاميرات المراقبة، طبعا بالتحديد هو كان بتاريخ البارحة، اليوم انتشر هذا المقطع، نشوفه مرة ثانية. يعني شوف الوضع اللي بالعراق، وشوف احنا امام مأساة. يعني هاي اللقطات نشوفها بالافلام الامريكيه، عبالك بالتكساس بالمكسيك،
ولكن هذه يعني جماعة فاقوا المكسيك وتكساس والأفلام الأمريكية من العام 2003 ولغاية الآن. شوف هذا الحال اللي وصلنا إلى في العراق مع الأسف. نعم، نقرأ رسائل واتساب. يقول السلام عليكم أستاذ عمر، وياك محمد من الرمادي، نطالب منكم إيصال صوتنا إلى رئيس الحكومة، نطالب بالعفو العام، نتمنى يشمل جميع المعتقلين، معتقلين الرزازة، فرحوا أطفالهم، والله مقبلين على شهر رمضان، شهر الرحمة والقرآن، والله أبرياء، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أستاذ، أنا محمد الأنبار، أنا ابني معتقل، تقول اتهموه بأنه هو ويا الدواعش، وإحنا أصلاً من تحررت الأنبار إحنا ما موجودين هناك، نطالب الحكومة بالإفراج عن المعتقلين المظلومين، حسبنا الله ونعم الوكيل، شنو ذنب أولادنا تنام خلف الأبواب. أنطوان من باريس يتساءل، تحية أخي عمر، هل يوجد ضباط في الجيش يقومون بعملية للسيطرة على البلاد؟ يصفهم بالضباط الشرفاء والقضاء على الجالسين بمنطقة الغبراء وإنشاء حكم شريف في بلاد الرافدين. يتساءل. معنا اتصال، أميرة، أميرة من الأنبار، تفضلي أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخي عمر؟ أهلا وسهلا بيك أخي. بس أنا بحكي بشأن العفو العام. نعم أخي، يعني عندي خوالي اثنين وولد خوال اثنين، أربع مساجين بالرمادي. نعم، شنو تهمتهم؟ تهمتهم قتل، بس هم لقوا القاتل واعترف، وهسه ما يقبل يطلعونهم ويطلبون من عندهم دفترين. نعم زين، القاضي ايش حكمهم؟ ما حكمهم ولا حكمهم اصلا، بعدهم بس معتقلين. صار لهم ايش قد بالسجن؟ والله ما اعرف، يعني تقريبا سنه صار لهم. نعم هي اي نعم سنه، بس اربع نفرات، يعني شنو ذنبهم؟ لا واحد ولا اثنين. نعم الله يعينكم، وإن شاء الله الله يفرج عن كل بريء. وإحنا يعني من خلال برنامج صوتكم دائما نقرأ رسائل المطالبة بالعفو العام والاتصالات، ونأكد بأنه العفو العام يجب في الأول أن يشمل الناس الأبرياء المظلومين اللي أخذوهم من الشوارع وأخذوهم بسبب المخبر السري، أو أخذوهم من السيطرات إن كان في الرزازة أو الصقلاوية أو المناطق الأخرى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.